المزيد من التفاصيل تنضم إلينا مراسلتا الغد من القدس المحتلة إيمان جبور ومن بيروت ليلى خليل. أبدأ معك ليلى، إذا ربما هذا الوقت هو وقت انتظار التوقيع، ماذا بعد التوقيع وما هي الآليات المنتظرة؟ لم يتم بعد شروق تحديد ما هي الآلية أو كيف سيوقع لبنان، من سيوقع أو الاتفاق إلى توقيع، من سيحتاج، هل رئيس الجمهورية، الحكومة، مجلس النواب، أم فقط سيكون هناك وفد يذهب إلى الناقورة ويقوم بالتوقيع عن لبنان، ومن ثم ترسل هذه الأحداثيات كما هو منصوص بحسب الاتفاق إلى الأمم المتحدة من لبنان ومن إسرائيل على حدة. كل ذلك اليوم نحن ننتظر أن تتضح بعد تعاليم كيف سيتم توقيع الاتفاق أو ما هي هذه الآلية، ولكن بالمرحلة المقبلة عند التوقيع تبدأ توتال بوضع خطة عملية للاستكشاف في البلوك رقم 9، القطاع رقم 9 و4، هي رست التلزيمات على توتال وأني ونوفاتيك قبل انسحاب نوفاتيك. إذا توتال ستقوم بالتنقيب في البلوك رقم 9، ستقوم بتحديد موقع لبئر، على الأرجح سيكون عندما يعرف بحقل قانا. هذا الاستكشاف أو العمليات الاستكشاف هي تستغرق أو حوالي أشهر إلى 3 سنوات، هذا هو عقد الاستكشاف الموجود حاليا لشركة توتال. قد تنجز الاستكشاف قبل 3 سنوات، من بعدها تبدأ إذا ما وجد الغاز بكميات تجارية، عندها يتم وضع آلية كيف سيتم سحب هذا الغاز والبنى التحتية وكل ما تحتاجه توتال لسحب هذا الغاز، وأيضا إبرام الاتفاقية إذا كان من هناك من غاز مشترك أو حقل مشترك بين المياه الإسرائيلية واللبنانية، أيضا سيكون هناك أشهر طويلة من الانتظار ريثما يتم الاتفاق مع إسرائيل وتوتال بكيفية حصول هذا الاتفاق. ومن بعدها نذهب إلى التنقيب، ومن بعد التنقيب البيع. إذا هي عملية طويلة، ولكن بالمبدأ يجب أن يتم الاتفاق لكي تبدأ بعدها توتال بالاستكشاف، لأن لبنان لا يعرف ماذا يوجد في أعماق مياهه إن كان في البلوك رقم 9 أو في مختلف القطاعات العشر التي تم على أساسها تقسيم المياه الاقتصادية اللبنانية. ابقي معنا ليلى خليل من بيروت. أتحول إلى القدس المحتلة مع إيمان جبور. إذن إيمان، بعد مصادقة الكابينت الإسرائيلي، ما هي الإجراءات المتوقعة وما تم الإعلان عنه خلال هذه الساعات، وماذا عن الردود الإسرائيلية؟ نعم، الكابينت ظهر اليوم صوت على الإجراءات التي ستجري فيها عملية المصادقة على هذا الاتفاق، والآن الحكومة قبل نحو ربع ساعة صوت أعضاء الحكومة الوزراء على مبادئ هذا الاتفاق، ولكن هذه تعتبر فقط مصادقة أولية، لا يمكن للحكومة الآن إعطاء المصادقة النهائية على هذا الاتفاق قبل عرضه على الكنيسة، وبالتالي كان يعني التصويت بغالبية أعضاء الكنيسة مع مقترح لابيد بكيفية إجراء الإجراءات التي ستجري الآن من أجل المصادقة على هذا الاتفاق. مساء هذا اليوم سيعرض الاتفاق وكل المسودة كاملة على الكنيسة الإسرائيلية ليطلع عليها أعضاء الكنيسة جميعهم ويضعوا ملاحظاتهم عليها، ثم سيكون هنالك مداولات في لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيسة الإسرائيلية، وفقط بعد ذلك بعد أسبوعين أي قبل الانتخابات الإسرائيلية بأيام معدودة فقط ستتمكن الحكومة الإسرائيلية من إعطاء المصادقة النهائية على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، بمعنى أن الإجراءات الآن صارت واضحة أكثر من ذي قبل بأن لابيد لن يعرض هذا الاتفاق للتصويت عليه في الكنيسة الإسرائيلية لأنه يعلم أنه لا يمتلك هذه الأغلبية. من جهة أخرى يعني نذكر فقط بأن وزيرة الداخلية أيلت شاكيد صوتت في اجتماع الحكومة ضد هذا الإجراء، ضد هذا الاتفاق أيضا، وقالت بأنه يجب أن يعرض على الكنيسة للتصويت عليه، وبذلك هي طبعا تريد
استرضاء الجمهور اليميني عشية الانتخابات، بالإضافة إلى الوزير يعاز هندل أيضا من حزب أمل جديد، هو أيضا امتنع عن التصويت، ولكن التصويت والموافقة كانت بغالبية الوزراء في جلسة الحكومة. من حيث ردود الفعل لا شيء تغير، هنالك احتدام في النقاش ما بين معسكر نتنياهو المعسكر اليميني الذي يؤيد نتنياهو وما بين الأحزاب التي تنتمي للائتلاف الحكومي الحالي برئاسة رئيس الحكومة يائير لابيد. يعني النقاش هو في النهاية هو نقاش سياسي أكثر مما هو نقاش جوهري على مبادئ هذا الاتفاق، وهو يستخدم أيضا بالأساس من أجل الدعاية الانتخابية التي يعني التي نتحدث الآن عن أقل من 3 أسابيع على الانتخابات الإسرائيلية. أيضا تقول المصادر الإسرائيلية بأنه كانت هنالك ضمانات من الولايات المتحدة بشأن هذا الاتفاق، وأهم الضمانات التي كانت تهم إسرائيل في هذا السياق هو بأن خط الطفافات الخمسة كيلومترات التي تتجه نحو الساحل الإسرائيلي هو خط الدفاع الأول الأمني بالنسبة لإسرائيل، وهو حسب المسودة الأخيرة التي رأيناها ونشرت هذا اليوم هو خط الوضع القائم، ما يعرف باللغة القانونية status quo، بمعنى أنه ليس خطا نهائيا للحدود البحرية، ولكن أيضا المسودة تذكر بأنه لا يمكن تغيير هذا الخط إلا باتفاق مستقبلي ما بين يعني بوساطة أمريكية. إذن الضمان الأمريكي بهذا الشأن، وأيضا أمريكا تضمن حقوق إسرائيل الاقتصادية من حق القانا. في المسودة الأخيرة لم يكن هنالك ذكر لنسبة الأرباح الإسرائيلية بعكس المسودة السابقة التي رفضتها لبنان في حينه. وأيضا تقول أو تزعم إسرائيل بأن الولايات المتحدة ستضمن بأن عائدات حق القانا من الغاز لن تذهب إلى حزب الله، هذا كله وفق المصادر الإسرائيلية. شكرا جزيلا لك إيمان جبور من القدس المحتلة، من بيروت ليلى خليل شكرا لكما مراسلة الغد.